خطوة بخطوة ولحظة بلحظة لمواكبة كل التفاصيل، الأرقام والإحصائيات عن كل النتائج والمسابقات. وكالة الأنباء الجزائرية لا تفوت المواعيد الاستثنائية، كيف لا حين يتعلق الأمر بالألعاب المتوسطية. خلية عمل داخلية استحدثتها الوكالة لمرافقة هذا الحدث قبل، أثناء وبعد التظاهرة المتوسطية. هي شريك في هذه الألعاب، وكما حدث يعني في ألعاب 1975 هنا بالجزائر العاصمة نفس الشيء راح يكون. احنا استطعنا كل الطاقم تاع الصحفيين تاع القسم الرياضي مجند كل الطاقم، وبما ان الطاقم تاع القسم الرياضي ما يكفيش يعني بمشورة مديرية الإعلام ومدير وكالة الأنباء الجزائرية كل الأقسام راح تكون معنية بهذه الألعاب، وبالخصوص القسم الرياضي. كي نوليو القسم الرياضي احنا قسمنا القسم على 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 وفدين، وفد راح يتنقل الى عين المكان الى وهران، وفد راح يريح هنا في مقر الوكاله، وكل وفد عنده مهمه تاعو. بالتنسيق مع الخليه المستحدثه، المديريه الجهويه للوكاله بالغرب بوهران حاضره لمواكبه الحدث، حيث نشرت ما يزيد عن 1000 برقيه منذ اعلان فوز وهران بشرف تنظيم الطبعة 19. أعدت برنامج عمل قبيل الانطلاقة يشمل على إعداد سلسلة من المقالات والربورتاجات حول مختلف جوانب مدينة وهران، التاريخي والتراثي والسياحي والاقتصادي، من أجل ضمان تقديم محتوى للزبائن وللجمهور العريض يعرف بهذه المدينة التي تعتبر حاضرة متوسطية هامة. القسم السمعي البصري لوكالة الأنباء الجزائرية هو الآخر يوجه عدساته صوب مدينة وهران لتغطية الحدث بالصوت والصورة. تغطية وكالة الأنباء الجزائرية للموعد المتوسطي لا يقتصر على المنافسات والنتائج فقط، بل حتى عن مدينة وهران وسحرها وتاريخها. طبعاً إلى جانب التغطية الرياضية المحضة لحدث بحجم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تسليط الضوء على جانب المنافسة وعلى جانب النتائج وكذلك على منصات التتويج، فإن قسم السمعي البصري وكالة الأنباء الجزائرية سيمنح أو سيخصص جانب هام من في تغطيته الإعلامية للجانب الثقافي والفني لمدينة وهران. تتجند وسائل الإعلام وعلى رأسها وكالة الأنباء الجزائرية لتغطية مميزة للحدث المتوسطي وإبراز أحقية الجزائر باحتضان المواعيد والمناسبات العالمية.